موسم إعلانات النتائج بدأ اليوم بشركتين أعلنت المراعي عن أرباح بحدود 475 مليون، وافقت تقريبا توقعاتنا، توقعاتنا كانت عند 475 مليون ريال. الشركة الأخرى المتقدمة للبتروكيماويات أيضا أعلنت عن نمو في أرباحها بنسب جيدة، لكن لا أعتقد أنه أرباح المتقدمة للبتروكيماويات تعكس نمو أرباح قطاع البتروكيماويات بشكل كامل، لسبب بسيط أنه منتجات المتقدمة للبتروكيماويات هي منتجين وحيدين تقريبا، البروبلين والبولي بروبلين، وهذين المنتجين ارتفعا بنسب طفيفة ما بين الربع الثالث العام الماضي وهذا الربع. لأجل ذلك قطاع البتروكيماويات حسب يعني التقرير اللي أصدرناه الأسبوع الماضي تختلف نتائج شركات البتروكيماويات باختلاف الشركات. الشركات ذات المنتج الوحيد التأثير يكون عليها حدي بحسب التغير في أسعار منتجاتها، بينما الشركات ذات التشكيلة الواسعة من المنتجات كسابك على سبيل المثال تدخل بها اعتبارات يعني أخرى. أنتم متوقعين لسابك أن تكون متراجعة قليلا، يعني حاطين 6 مليارات 310 ملايين ريال، كانت طبعا الأرقام اللي سجلت في 2012 بالربع الثالث، أنتم الآن متوقعين حوالي 6 مليارات فقط. نعم، متوقعين 6 مليار و64 مليون، وهذا الامر راجع في اعتقادنا ان المواد الاساسيه كان هنالك عليها نمو، لكن العامل الاخر والمهم هو حجم الطلب، وهنالك تفاوت في بعض المواد، قد يكون اهم المواد التي انخفضت الاسمده اليوريا والامونيا، ونعتقد بنتائج يعني منخفضه بالنسبه لسافكو، وبالتالي هنالك تاثير ايضا جزئي على شركه سابك. نعتقد في احسن الاحوال واذا خالفت سابك توقعات السوق وكانت ايجابيه بشكل كبير، قد تكون قريبه من توقعات الربع الثالث من العام الماضي، ولكن في المتوسط اعتقد انها اقل من ذلك، وبشكل كبير قد توافق توقعاتنا ما فوق ال 6 مليار بقليل. طبعا سأناقش